وفي إكسبو 2020 دبي الأمنيات تصبح واقعاً، حيث تحققت الأمنية رقم 5000 لطفل باكستاني في احتفال أقيم في الجناح الباكستاني بحضور الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية للمجتمع، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعامها 50. والاحتفالات الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
باليوم العالمي للطفل 2021. من جانبه أشاد السفير الباكستاني أفضال محمود بالجهود الإنسانية النبيلة لمؤسسة تحقيق أمنية ومساعيها المتواصلة لنشر السعادة والأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال المرضى.